هلا اكثر المنطقه عايشه على الحوالات الخارجيه، هذا اللي له اخ، هذا اللي اخت، هذا ابوه، هذا عمه، يبعث له 50 دولار 100 دولار 200 دولار يعيش بيه. اما باقيه الخلق هو هذا العمال هذه كلياته يجوز يطالع باليوم 4000 ليره، يجوز ما يطالع ولا ليره. يعني معيشتنا صعبه بشكل هنا. انا جاي لعند مركز الحوالات، ابني بعت لي 100 دولار، هال 100 دولار اللي كويس، عرفت شلون؟ فبدنا نقضي حاجاتنا، شوي ما يلزمنا نشتري. لو ما يبعث لنا هال 100 دولار فالحاله تعبانه كثير، مو بس علي، مو بس على ناس وناس، على كل الناس صايره الحاله، عرفت شلون؟ فالحمد لله لو ما هذول اللي ساكنين برا ويجيون مثلا حوالات او 100 دولار او 200 دولار او شقد ما كان، والله صعب هون المعيشه، صعب بشكل عام، يعني كل العالم يعاني من هذا المرض، عرفت شلون؟ انا اذا جاني 50 يورو اشتري فيه لبس ابو لبس، يشتري فواكه ابو فواكه، يروح يشتري شوكولاته، يعني كل يكمل بعض، كل يعيش بعض. فكمان اللي بشوفه 60% اني عاش الاسواق على هذا الحوالات، يعني راتب، يعني بتعرف راتبنا لا يتجاوز يمكن 50 60 دولار كموظف هون، بس اذا دخلته يجيته 100 يورو بالشهر يعيش هو وعياله. يعني قاعد ادور على شغل ما قاعد الاقي، اركب والسيرفيس اجاره السيرفيس ذيك الحسبه، تروح على السوق تشتري، يعني اي يوميه اي يوميه، اليوم يوميه العامل يا المعلم ما تكفي خبز وسط اللبن، يعني باقي هذا العالم كلياته يعني مجاعه مجاعه بشكل، يعني الماء له حدا برا، شو يشتغل شو يسوي ايش يعمل، يعني شو يسوي، يعني وين يتجه وين يروح لمين يتجه.